السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع ورمضان كريم. اليوم يا إخوان بدي أعرفكم على كاميرا رهيبة جدا بتركب على الطيارة. طبعا بدناش نحكي نوع الكاميرا وإشي زي هيك، بلاش سبب لنا مشكلة بالفيديو. هاي الكاميرا بتركب على طيارة، بتصور بالنهار، بتعطي زوم قوي جدا جدا، كاميرا رهيبة مخيفة جدا. راح نعملكم التصوير بالنهار. خلينا اول شيء نشوف التصوير بالنهار وكديش الزوم قوي جدا اللي بتجيبه، وممكن نستخدمها لنا للتصوير للطبيعه لشغلات زي هيك. خلينا نشوف. طبعا هاني يا اخوان قمنا باطلاق الطياره في الجو على ارتفاع 72 متر. راح نرفعها كمان لحد 100 متر في الجو. نرفعها كمان ل 100 متر. هان اطلقناها لحد 100 متر. هاي كمان تاتش، هاي 100 متر. طيب هلكيت نلفها باتجاه جبل. هلكيت راح نلف الطيارة. شوفوا قديش هاي الكاميرا رهيبة جدا. مثلا هاي الجبل، نحكي هاي البناية، هاي الاسكان مثلا، هذا اللي هون شايفينه، نعمل عليه زوم الان. نعمل عليه زوم، ركزوا كيف الزوم. نزل الكاميرا لتحت شوي. شايفين قديش الزوم قوي؟ ركزوا كمان، هاي عملنا زوم. شايفين الزوم ما أروع، هاي كمان زوم. شايفين؟ وهلا بدنا نرجع. ركزوا كيف شو الكاميرا الآن، الطيارة بالجو هي رجعت. شايفين؟ حكيت نروح محل أبعد. مثلا نروح على المنطقة هاي اسمها المزارع عنا. بدنا نحط زوم ونشوف كيف. ركزوا. ركزوا 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 ركزوا. شايفين؟ زوم. الآن نرجع الزوم. ركزوا 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 ركزوا. شايفين قديش بعيد؟ الآن نرجع. قديش هاي الكاميرا قوية. نمشيها طريق الالتفاف الروح. هيك بترفع، هيك هيك بتمشي، بس هيك عكسي. هي لفة كلها عكسي اصلا الكاميرا. لحظة شوي، زي ما انتو شايفين بتلف درجات كثيرة هيك. اكيد احنا بنلف الطيارة هان. مثلا نفرجيكم اشي هان من الجو. طبعا بتعطينا قديش المسافة الابتعاد كمان، بس خلينا هان نفرجيكم شغلة. مثلا هان عند البركسات هذول، مثلا نشوف الزوم. ارفع الكاميرا، هاي كمان زوم. انزلها شوي.
استنى في هان اشي هان، وين شفت اشي هان؟ حصان خنزير هذا؟ لا انا فكرته خنزير. هذا شو طلع؟ لحظة شوي، بغل. بغل هذا، بغل. رجع الزوم عنه مرة واحدة، نشوف كيف قديش بعيد. ركز. طبعا هذا من الجو التصوير، شايفين قديش بعيد؟ يعني كاميرا رهيبة جدا جدا، ممتاز. نروح على الجبل هذاك اللي فوق، او قرية عين عريك مثلا. قرية عين عريك مبينة من هان، اللي هي هاي اللي بين الجبال اللي بعيدة، هاي قرية عين عريك. بنحط زوم بنشوف لوين، شوف القرية، هاي قرية عين عريك، شايفين مبينة. لسه كمان نقدر نقرب معانا اكتر كمان. هاي قرية عين عريك، وهذا احد المحلات في قرية عين عريك، شايفين. طبعا هاي بالنهار، بالليل بدنا نجرب نشوف كيف تصويرها بالليل. المرة الجاي بنزلكم حلقة عنها، التصوير بالليل يعني بتكشف الأماكن اللي فيها ضاءة، ممكن انه تكشف منيح. هذا التنزيل